وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته والوفد المرافق مساء اليوم برا إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور المناورة الختامية لتمرين رعد الشمال والعرض العسكري للقوات البحرينية المشاركة إلى جانب القوات الأخرى من الدول الشقيقة في التمرين. وكان في استقبال سموه حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وسعة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والعميد خالد سلمان المعودة قائد كتيبة المشاة الآلية الملكية 13، والعميد سلمان إبراهيم الفضالة قائد القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة.